بعد هذا خرج وراء جاري ضرائب اسمه متى جالسا عند مكان الجباية لاستلام الضريبة. اتبعني. وصعد يسوع إلى الجبل ليصلي، وقضى الليل كله في الصلاة. ولما حل النهار دعا تلاميذه الاثني عشر الذين دعاهم رسلا، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخاه، يعقوب، ويوحنا، فيلبس، وبرثلماوس، متى، وتوما، يعقوب بن حلفة، وسمعان المدعو الغيور، ويهوذا أخا يعقوب، ويهوذا الإسخريوطي الذي سلمه فيما بعد.